نبض الساحات، الطبيب محمد عجمي توفي وهو عائد إلى صور من تظاهرة الحزب الشيوعي أمس. غاب نبض ثورة دوار العلم في صور طبيب الفقراء كما يلقبونه. الطبيب محمد عجمي كان مناضلا في ثورة 17 تشرين متواجدا في كل الساحات. يا الله غير عجمي، شوفوا الثورة لا تحمل ثورة رغيف الخبز، تحمل ثورة النهوض، ولا يمكن أن تعتمد لبناء دولة إلا على الفقراء من تحت، هم الذين يبنون بالعلم ويبنون كل شيء. نعم لا للسلطنة ولثورة الفقراء، كل السلطة للشعب، قبل السلطة للشعب. توفي الطبيب محمد عجمي بعد تعرضه لحادث سير عند مفرق تفاحة أوتوستراد صيدا صور، حيث كان يقود السيارة برفقة قريبه علي مغني عائدا من بيروت بعد مشاركته في تظاهرة الحزب الشيوعي الأحد. إلا أنه استطاع الوصول على الرغم من حالته الطارئة إلى أقرب مستشفى، وهي مستشفى علاء الدين في السرفند. وبحسب رواية علي الذي كان برفقته أن المستشفى تقاعست عن علاجهما قبل دفع مبلغ 500 ألف ليرة، ما أثار غضب الطبيب محمد وخروجه من المستشفى ليعود إليه بعد 3 ساعات من انتظار ابنه الذي حمل المبلغ. الحمد لله على السلامة يا خي علي، العمر لكم جميعا. الله يسلمك. شو صار؟ جينا عادونا قالوا لنا فيكنش ممنوع تفوتوا إلا ما تدفعوا مصاري، لنضطرونا 3 ساعات لقدرنا نجيب ابنه للدكتور من الناقورة، لا اجى لهون لا قدر يجيب لنا مصاري ليفوتونا الدكتور. كله 500 ألف. انت كنت عم تسوق فيه للدكتور؟ هو كان عم بيسوق، انت كنت حده؟ ايه، في عنا تحرك الحزب الشيوعي، ايه، كنا عم نحضره. الدكتور كان تمام، ما اشبه شيء، لبس اقدام وريح شربه مي وعادي. اخذونا على المستشفى بدهم يشوفوني، نطرنا شي نص ساعه، حكى معه الدكتور كرمال وهيك، وقالوا لي بدنا تدفع 500 ألف. أي مستشفى هيدي؟ مستشفى علاء الدين سرفان. نحن مش حاملين مصاري، أنا الدكتور يعني إذا أنت عارف الدكتور هو عصبي، فقعد طاولة فيهم، قال له اطلع هيك مستشفى، وفعل الدكتور صار يتوجع وبطنه صارت تكبر، وصار يقول آخ، اليوم بدنا نفوته عن المستشفى، كمان ما قدروا يفوتوه كرمال ما معنا مصاري. بعد 3 ساعات إجا ابنه دفع مصاري صوت الدكتور. رواية إدارة المستشفى محمد علاء الدين اختلفت كليا عن شهادة رفيق الطبيب. إجا على المستشفى وفات على سكانر وطلع على العمليات ونقعد أخذ 7 وحدات دم ونزل على العناية والمستشفى مش قاضى منه ولا ليرة. هو عم ينقال كمان إنه 3 ساعات نطر برا، أول شيء فات. لقلك كله مسجل وكله موجود دوكيومنت ونحن تحت القانون. في موطن يعيش الشرفاء فقراء ويموتون فقراء. انتوا بكن كونوا ابطال مثل حكيتوا بالثوره، لان الثوره هي لجيلكن انتوا، جيل الاختراعات والاكتشافات، مش جيل السرقه والنهب والواسطات. حتى ولو كان الموت ينتظرني انا لهذه الثوره، ثوره الاطفال. زهراء فردون، قناه الجديد.